عن الباب ليس موجه فقط للإنس، يعني ليس موجه للناس فقط، حتى عندما نتحدث عن الحيوانات، عندما نتحدث عن حتى النمل ونتحدث عن الذر ونسأل عن قضية حبسه بالنار، نقول قطعا لا يجوز أن نعذب بالنار، لا نعذب حتى الذر ولا نعذب حتى النمل ولا نقتل أي حيوان بالنار. فكيف إذا جئنا إلى إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإنسان على أسوأ الاحتمالات هو أسير يعامل لدى هذه الفئة الضالة ولدى هذا التنظيم المجرم، أن يحرق ويقتل بهذه الطريقة التي رأيناها وتصور عملية القتل وتبث إلى العالم أجمع، هذا مخالف للإسلام ومخالف للدين ومخالف أعتقد لجميع الشرائع. طيب لماذا إذن إذا كان الكلام هكذا، لماذا إذن استشهد تنظيم داعش في تشكيله بفتوى ابن تيمية؟ يعني أنا هذا هو تحريف الكلم عن مواضعه، وحقيقة هذا هو يعني هذا هو الإجرام بعينه، وهذا هو الاستهزاء بكلام الدين. هي مشكلة هذه الأفكار وهذه التنظيمات، المشكلة بها في فهم النصوص الشرعية. يعني لاحظ هؤلاء قال ابن تيمية ولم يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في المسلم أن يأخذ من كتاب الله عز وجل وأن يأخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى أقوال أهل العلم في تفسيرهم. هم قالوا قال ابن تيمية مباشرة لكن لم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، نسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتلف وأخذوا قول ابن تيمية في قضية المتلف، وأعتقد استدلوا قول ابن تيمية على صحته وتسليمه بهذا الكلام ثم بثوه واستدلوا بهذه القضية. والأصل في المسلم أن يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستدل بقول الله عز وجل وأن يستدل بالقواعد العامة في الإسلام، ولا يأخذ قول مستدل ابن تيمية ثم يبث هكذا ويبني على هذا القول خلاف صريح لقول ابن تيمية لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله عز وجل. وهي هذه قضية هذا الفكر المتطرف حقيقة. طيب كيف يمكن مواجهة هذا الفكر المتطرف برأيك يا مولانا؟ ماذا؟ كيف يمكن مواجهة هذا الفكر المتطرف برأيك؟ بس أنا أعتقد أن مواجهة هذا الفكر المتطرف تحتاج إلى حقيقة مسالك متعددة. المواجهة الأمنية والعسكرية لابد منها في رأيي، وأن تسير مع هذه المواجهة أيضا بمواجهة فكرية حقيقة وتحصين الأجيال القادمة من بث بدور هذا الفكر المتطرف لديهم. أنت لاحظ عندما يقدم الإسلام للعالم أخذوا أصل ابن تيمية واستدلوا به وكأنه لا يوجد غيره. الحل الأمني يجب أن يسلم حقيقة مع هؤلاء، لأننا وصلنا إلى قناعة أن كل البيانات التي صدرت عن دائرة الإفتاء في الأردن وفي العالم الإسلامي وذكرت خطاب الأزهر وكثير من علماء العالم الإسلامي، ونحن في الأردن منذ عام 2004 عندما أصدرنا رسالة عمان أصدرها جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله، تحدث في رسالة عمان عن قضية المخاطر التي يتعرض لها الفكر الإسلامي ويتعرض لها الدين الإسلامي من أمثال هؤلاء ممن شوهوا صورة الإسلام، ونبهنا وحذرنا. وذلك أنا أعتقد أن الحل الأمني لابد أن يكون موجود يرافقه أيضا بنفس الاتجاه الحل الفكري وتحصين الأجيال القادمة من أن يخوضوا في هذا الفكر أو ينخرطوا في هذا الفكر أو يتأثروا حقيقة بهذا الفكر. هم يحاطبون المسلمين حقيقة بعاطفتهم الدينية والمصطلحات الصرافة كقول ابن تيمية وكمصطلح الخلافة وهذه المصطلحات التي تدمج على مشاعر المسلمين في أفقاع الأرض ويروجون هذه الأفكار على أن هذا هو الدين الصح. المشكلة أن هناك من يقتنع بهذه الأفكار في بعض بلاد المسلمين يا مولانا. طيب ابن تيمية مات منذ مئات السنين، أليس من بين المسلمين وعلماء المسلمين حاليا من يمكن أن يخرج ويناقش هذه الأفكار على العالم؟ ولا شك أن الأفكار هي إلى درجة من التفاهة لا تحتاج إلى مناقشة، يعني الدين الإسلامي واضح وصريح. ولماذا نأخذ قول ابن تيمية ونترك آراء المذاهب؟ لماذا نترك الإمام الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة والأئمة الكبار الذين سبقوا ابن تيمية بمئات السنين؟ لماذا ننزل على قول ابن تيمية وتركنا كل هذه الأمة من علمائنا وتركنا قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما مسألة النقاش أنت تعلم ما سواه، كل المشاهدين الآن يعلمون أن هؤلاء جهلة لا يدركون حتى مقاصد النصوص، ولا يدركون يعني أكثرهم جهلة ليس لديهم علماء يفهمون حقيقة النصوص الإسلامية ويفهمون مغازي هذه النصوص ويفهمون تفسير النصوص. ونحن عاشرنا كثير من هؤلاء في الأردن وفي بعض الدول الإسلامية، يعني رأيناهم الغالب من هذا التنظيم هو تنظيم جاهل ليس لديهم أهل العلم وليس لديهم علماء يفهمون ويدركون. طيب أهل العلم الحقيقيون يا مولانا هل يمكن أن يفعلوا أكثر من هذا لنشر الفكر الصحيح؟ أنت تقصد علماء المسلمين؟ أنا أقصد أهل العلم علماء المسلمين الحقيقيين المتنورين. نعم أنا أوافق الرأي أن علماء المسلمين
المسلمين ودور الإفتاء الرسمية ومجامع الفقه الإسلامي في العالم الإسلامي وهيئة الرقابة الشرعية في العالم الإسلامي عليها دور كبير وعليها دور في إيضاح حقيقة الإسلام وبيان الإسلام. وأنا لا أعتقد أن مسألة التطرف للأسف والذي جرى من هذا الفكر المدني المتطرف الذي جرى منه لا أعتقد أنه وليد اللحظة ولا أعتقد أن هذا الفكر انفرد في يوم وليلة. هذا جاء نتيجة بدأ بأفكار فقهية بسيطة ربما يبدأ من أن تخالفني في رأي فقهي بسيط فأرد عليك بطريقة عجيبة متطرفة ثم أقوم بالبناء على هذا الفكر لأصل إلى هذه النتيجة. وبالتالي أعتقد أن معالجة هذا الفكر ليست فقط وليدة اللحظة وقفتها. نحن علينا من هذا الفكر منذ سنوات وربما الأردن من تفجيرات بلادة عمان ماثلة وشاهدة للعيان على ما علينا من هذا الفكر وتطرفه.